كبير وحضور جماهيري كبير أيضا. نشاهد كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، هل الحضور والسياح من دولة ألمانيا؟ الله يحييهم، شرفونا في المهرجان. طبعا ما شاء الله تبارك الله، الآن مثل ما انتم شايفين مشاهدينا الكرام جمهورنا الكريم، أيضا الحضور في منصة الملاك. نشاهد ونلاحظ أن المهرجان وصل للعالمية، والدليل على زيارة هل الأجانب وهل السياح من الدول الأوروبية. حياهم الله.